السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ويا اهلا وسهلا. الان راح نسمي التسميد يدوي سواء باستخدام السماد الكيميائي او العضوي. لو كان سماد كيميائي عضوي راح نضع هنا قطعة من الخيش ونحط فيها السماد العضوي ونعبي هذا ماء كاملا الى الاعلى، نتركه يوم ولا يومين، وبعدين نبدأ نفتح الماء من الاسفل بهذا الشكل. مع جريان الماء هذا راح يكون التسميد مقبول. ممكن انك تقصر عليه، يعني تقلل منه حسب الاحتياج بناء على سرعة ضخ الماء عندك. هنا احنا ما راح نسمد عضوي الان، راح نسمد سماد كيميائي او معدني. الطريقة عندنا كالتالي: راح ناخذ السماد بالكميات اللي احنا نشوفها مناسبة، ولا بد ان تكون الكميات هنا مركزة. حط لنا شوية محمد السماد ذا، ترى في غطاء يا محمد داخل، شيل الغطاء. ايوه، يعني ما يقارب ممكن نكب كيلو كيلوين، يعني شيء من القبيل هذا. كمان يا محمد برضه بس الان خلاص محمد بعد. الان العملية الثانية اللي احنا ناخذ الماء هذا ونعبيه. قفل يا محمد تحت هنا. الآن ننتظر هذا. طبعا الآن هو بالشكل هذا يعتبر انه تقلب او تم خلطه، تمام، لحد ما يمتلي. الآن راح يمتلي في دقائق بسيطة، لاحظوا. هذه الطرق تسميد يدوي، ليست احترافية لكنها تؤدي الغرض. يعني الآن راح ينتلي هذا، نوقف الماء ونبدأ في فتح الصنبور أو الحنفية أو أي كان اللي موجود هنا. خلاص يبدأ هذا يضع سماد مركز. السماد اللي هنا الكمية والتركيز اللي فيه يصبح قليل مع ضخ الماء اللي هنا. انتم شايفين الماء هنا مثلا، لو نقول في الدقيقة مثلا انه يمشي من هنا 50 لتر، في الدقيقة ينزل من هنا تقريبا ممكن نقول 2 لتر. ففي فارق، التركيز العالي اللي هنا في الحوض راح يصبح قليل جدا هنا، لكنه يعطي تسميد. صورنا قبل يومين الزرع اللي هنا، طبعا بعد ما حسيناه وضعنا عليه كنا مصحح خواص التربة اللي هنا، وإن شاء الله نشوفه بعد أسبوع آخر. شكرا لكم جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم.